مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحة التونسية. أعلن توفيق العريبي رئيس بلدية سوسة يوم الأربعاء الفارط عن استقالته من منصبه، وأفاد أنه تقدم بالاستقالة إلى أعضاء المجلس البلدي وإلى والي سوسة، مشيرا إلى أنه لا نية له في التراجع عنها. وأوضح العريبي أنه لا يقبل أن يعمل تحت ضغط الأحزاب أو أن يلبي رغباتها التي لا تتماشى مع قناعته. وفي هذا السياق تنقل فريق قناتنا إلى مقر بلدية سوسة للحديث مع المستشارة بالبلدية السيدة سونيا الفرجاني حول ما جد في البلدية. والأغلبية بتفهمنا معناها أغلبية تقريبا 25 مستشار كان الاتجاه نحو التصويت بنعم لإعادة توزيع اللجان، ودخلنا الجلسة بهذا معناها المعطى. فوجئنا الحقيقة، احنا بيتنا فوجئنا بردة فعل سيد رئيس البلدية عندما معناها لوح بالاستقالة ومعناها أعلن أنه ينسحب. احنا بيتنا ما فهمناش علاش، لأنه كما قلت لك المطلب هو النظر في إعادة توزيع اللجان لا غير. أشرف ولي المنسير أكرم السبري بداية الأسبوع الفارط بمقر معتمدية طبلبة على موكب تنصيب السيد معز فتح الله معتمد طبلبة الجديد. هذا كما أشرف السبري بمقر معتمدية المقنين على موكب تنصيب السيد محمد الحبيب مرتيل معتمد المقنين الجديد. أفاد المدير الجهوي للصحة بالمهدية منصف لهواني أنه سيتم قريبا استغلال قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بعد عملية تجديده والتي بلغت نسبة الأشغال فيه 75%، وكذلك استغلال قسم تصفية الدم الجديد بالطاهر صفر. كما سيتم الإعلان عن انطلاق أشغال المستشفى الجهوي بالجم في انتظار أن يدخل قسم تصفية الدم بالجم حيز الاستغلال في الأسابيع القادمة. جد بمنطقة كورنيش سوسة مساء الاثنين الفارط حريق أودى بحياة طفلين توأمين لا تتجاوز أعمارهما 5 سنوات. وعبر عدد من متسكني العمارة التي جدت بها الحريق عن غضبهم وامتعاضهم مما وصفوه بتأخر تدخل الحماية المدنية، مؤكدين أن سيارة الحماية التي وصلت أولا لمكان الحريق تفتقر للمعدات الضرورية. وأضاف جيران الضحايا أن محاولتهم الفردية باءت بالفشل، وذلك لعلو شرفة الشقة وأحكام إغلاقها من الداخل، كما منعهم الدخان الكثيف. موقف سيء، شفت المسوسة اللي جاوة 7 دراج جاي توما ويدقوا في الباب، اللي يقول لك حماية جات بقري هذوكم 7 دراج، يعني جيت نجري من داري القدام والعبيد ملمومة ومرأة في الحانوت وتقول لي يا وليد يجري راهم صغارها معها في الدار، نلقى أمها محروقة لو طلعت معها نجري، خاطر هي دخلت لمتها النار ما نجمتش تدخل تكمل، خرجوها جماعي حابة تدخل، كي طلعت معها بكل صدق ما تنجمش تدخل بالدخان ما ترى شيء. فما حكيت ربع ساعة وحنا ما نجمناش، فما واحد باساجي متعدي منا يسمع في صغار يعيط يما نفس اللي سمعته، طلع يجري قال لها يما دام ولادك يعيطوا في البركون، هبط نجري معاه. حبينا نقزنا تطلعوا البركون لكن لغزة ديستانس كبيرة بين برمير ايتاج ودوزيام، وفي العمر هذا واحد مش سهل باش ينجم يطلع، طلع طح تاني طلع طاح هو مسكين، كمل اللي نوصل للبركون طلعنا مع الاسترات لوح على اساس كيفاش نوصلوا للبلار نكسروه، خاطر صغار ظاهر متخبين غادي مع البركون مش من لونترين تاع الدار، العياط جاي من هنا. كي قريب هو يوصل سبحان الله والنار لهمتنا، فما تصويره تنجموا تشوفوها باش تعرفوا هو لابس ماريو الابيض متعلق، احنا ما طلعناش وقت النار تشعل، احنا طلعنا ما فماش نار، فما تصويره هو متعلق وهي النار تشعل، وقتها قلت له سي بون قاعد يدلدل، لكن حاولنا قبل ما توصل النار، النار باش نعطيك معلومه ملين جيت لين هبط فما حكيت نص ساعه 7 دراجة باش وصلت للبركون. هما الاولاد كيفاش القوام يرحمهم، قوام معنقين بعضهم ورا البنك، ورا البنك خاطر ما مسكر البركون بالبنك، معنقين بعضهم. وراء التصويره اللي شافتها العباد البارح هذيك عند عامين كان تشوفوها متوا ممكن جدد هبطوا نوارات ما شاء الله عليهم،
وليدات يعملوا الكيف باش نو باش نقولوا حيماني احنا الناس لمت على روحي لمت حتى على اصحابي قعدنا نتعاركوا الصباح شبينا ما كرناش عملنا هكا شبينا كرنا عملنا هكا شبينا كرنا عملنا هكا اليوم بعد لقطه بدات بقينا الواحد بصراحه في اللقاء هذه لازم يكون مرزين فما ناس لازمك تدلك اليوم جيت الصباح نشوف نلقى فما باب يعدي على البركون واحنا انا ساعه ساعه نص ساعه وحنا نتحاور كنا نجموا الباب هذاك ندخل علاش علاش صغار سبع دراج يعيطوا علاش. تنقل مؤخرا فريق قناة صوت الساحل التونسي إلى السوق المركزية بمساكن من ولاية سوسة لرصد أسعار المنتوجات الفلاحية والحيوانية المعروضة بالسوق وكذلك لرصد انطباعات المواطنين والتجار حول الأسعار. هذا واستنكر أغلب المستهلكون في السوق الارتفاع المشط لجل الأسعار في حين عبر الباعة عن ضعف الإقبال تزامنا مع نهاية شهر رمضان. والله الأسواق نار مشطة برشا غالي الغلا برشا معنا الزوالي معنا يا حلاله فهمتي بالنسبه للزوالي يا حلاله معنا الغلا المعيشه غاليه برشا مش كان اللحم معنا حتى الخضر حتى كل شيء يعني معنا الدنيا غاليه برشا بصراحه. جاي العيد ان شاء الله جاي العيد تلاحظ انت تو في المستانس قبل في ايامات العيد هذه تلقى البلاد مزدخره بالعباد ودور وتشري الصغار تو تشوفها فارغه البلاد اخرج في الليل وصور تو تشوفها تلقاها فارغه البلاد مشاري حد بالنسبه للسنة العادي نجم يكسي صغير العادي نجم يكسي روح والعادي نجم يكسي عائلته معناها وضعيه مزريه بالنسبه لبلادنا في تونس. نظمت اداره السجن المدني بالمسعدين ليله الاربعاء بحضور ولي سوسة عادل الشليوي وعددا من الاطارات والوجوه الرياضيه للنجم الرياضي الساحلي واعضاء مجلس النواب. نظمت مائدة إفطار جماعية تخللها حفل موسيقي لقرابة 54 سجين وعائلتهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وتعتبر مائدة الإفطار هذه هي الرابعة سنويا على التوالي في تاريخ السجن المدني بالمسعدين يتم تنظيمها من طرف الإدارة المسؤولة. أذن والي المنستير أكرم السبري إثر قيامه بزيارة ميدانية لمعاينة الوضع البيئي المتردي ببير عماش ووادي الحارة بطبولبة من جراء فيضان المياه المستعملة وتقدم شبكة تصريف المياه. أذن لمصالح الديوان الوطني للتطهير على المستوى الجهوي بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الوضع البيئي بإصلاح العطب وشفط المياه الراكدة والمتسببة في انبعاث روائح كريهة وتلوث بيئي في انتظار أن يتم تنفيذ قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان القادم لمشروع تهذيب شبكة تحويل المياه المستعملة لمدينتي طبولبة والبقالطة وتجديد محطتي الضخ. كشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة محمد ناجي عمار عن تنظيم موعد الشباك الموحد ل 642 حاج وحاجة بولاية سوسة والذي سيكون بداية من 16 إلى 19 من جوان الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية سوسة. هذا وأكد عمار الاثنين الفارط أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة أمنت حصص توعية أولى مشيرا إلى تنظيم حصص توعية أخرى من 6 إلى 22 من جوان الجاري بمعدل حصتين أسبوعيا. أصدرت النقابة الأساسية للصيد الساحلي بالشابة وملوليش التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية يوم الثلاثاء الفارط بيانا أعربت فيه عن رفض منظورها إجراء بتة الصيد بالشرفي المسمع تنفيذها في 25 من جويلية المقبل. وعزت النقابة هذا الرفض إلى عدم تشريكها من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إعداد مشاريع قوانين جديدة لتنظيم قطاع الصيد بالشرفي والاكتفاء بإحداث لجان وهمية لهذا الغرض تساعد على مواصلة أطراف متنفذة في فسادهم من خلال الزيادة في مساحة الصيد بالشرفي المضبوطة مسبقا في الرائد الرسمي للبلاد التونسية. في أخبار الرياضة قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد معاقبة فريق النجم الرياضي الساحلي باللعب دون جمهور لستة مقابلات ابتداء من 27 من مايو 2019 وتغريمه بخطية مالية قدرها 10,000 دينار
وذلك أثر الأحداث التي عرفتها مباراة ذهاب نهائي البطولة الوطنية السبت الماضي بالقاعة الأولمبية بسوسة، والتي فاز فيها الترجي الرياضي على النجم بنتيجة 29-28. وكانت المباراة قد توقفت لأكثر من 30 دقيقة على إثر أحداث شغب في صفوف الجماهير وتبدل للعنف بين اللاعبين. في أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، كنتم في